بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أولا الحمد لله عندها نتبوت عليه الله سبحانه وتعالى سلاك قنانيان اللهم مسقنا اللبن سوج بتلاي بوتاي قنانيان له بترو بمدفو بوتاي قنانيان له نقا قنانيا بزي بخير بوتا ندزيوم دمو خير متعدي هنا ويمدمو بزاو ما يقومنا وليلا يمتلالفي هنا سفي هنا خير اندهنة بوتالي الله سبحانه وتعالى سلاك قنانيان مجمريا بأونة الله ما مسقنا اللبن مكنياتهم هي كلال نقر عندان نقر عندان دي نعمة وجه عندان نترو نقر وجه لبان لاتشو إنا إهنن مجمريا كهول البفيت الله نولاتشن ما مسقنا اللبن ما أنه بما قدتلم طبعا يتسبسب نبس قدي عند مسارتايو يا نصيحة تي في مبتة ملكتنو يا نصيحة تي في انديت أدرقن لما اسكتل انشلالن بميلو نتبلين من نقرقرو نقرقن هي بتشمل اللي من دم يتوقعو هي الله قال إن شاء الله هم يسبسبو قنزل لنصيحة تي في بتشاسهون كالسو قاية تيازو دعووش بزو دعووش مدرقو بسنو كناتهم بزيه مركز سر عند مركز ما عند كل جالة يتحفظ بوتاء الله كذي موجي بوزي تاسبو نقول تشالو لطلاب العلم تنكره هون طلاب العلم وش اللي موضعتم لرجي ما متمرو حزبني متقبوم هم بروغرام الله لا كحتى كمسلم موجي لهون وتم سوتش دعوة مدرجة كذا ألفو ما يتم هنا اندزيهم ما سماتي تسانت سويت لأن سم دعوة يدرقال بتام سفي هوني دعوة نو كذا ملفو عندما تقول حتى علمو تشين مكوان كوج اگر يمتو عربينيا كورسو تشي ستالو بي اگر ميتهيدا دعوة يدرقال بچه يبروغرامو اين تراسو بيتكس بتام بوزنو انا لذي هلو يمي هون قنزبنو ان شاء الله ما السبسب يمي فلقو مالتنو طبعا الزيلي نبي صلى الله عليه وسلم اندالوت الشيخ الباني حديث حسن نوبل أوتال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أهون من هذا المسألة من دون التفلق أحب الناس الله زند تودج كمان نمي بلتا تودج هنا سو لسويج تكامي هنا سنوانه لسويج تكامي هنا سو أهون إني سن ملكت سويج من دونه بيتكامو تلك تكامي معين يوم يبالوت دينات شون سيستكاكلو سلعة قد أشوا ساقو سلا ولا جنة ميوز قد أشوا منجد إهن نساقونه إهي دمو عندنا يوم منجدنا إن شاء الله يتفيهم هنا ليلهم دعوة إهي عندنا يوم منجدنا سويج سون ودا علم ممرت بعلمنا بما وقدم نقرقن أهون الزيقة ونمو تشاكين بكفة المنقد من نشو أنديش بيتشايونا مالتنو بزا أنديش سويو ببوزو نقر لي يساتف المالتنو سويج اندي استمرو منقد كفة مالنو سويج دعوة اندي دمتو منقد كفة مالنو سويج كشرك ويمكا كفر والتو ودا إيمان اندي قامو سببون مالتنو إيه هلو خير بتنش قزمنو إنا كالله كما مسقناكم بلاي حتى نزهن الموج إهن تنش بهنا نقر إهن من قسل كفة حتى نسنم جزاهم الله خير لنا يقبل ممكن ثم كلا نقر على اللب حقيقة تنش قنزبنا نقر قل يمي السر والسرانو ما يتهى اللب سنتين السرانو يمي السر والزيقة سنت بوتانو أهن لمسالي نصيحتي في يثني درسو بإتوبيا بهلهم بوتا قبطوال إتوبيا متال اللب خليج هنا للوجم عربو التاقر بلن بتصفافاتي فينا إيهي هلو من دلنا وصوج بميارقو التنش تببرنا إيهي حقيقة أن هلو كزي سلا نصيحة بما نسابس كزي دستي ميلن ميأس دنك ينقر من دلنا إيهي يتنسو بإيتوبيا براسا كيو غزة بإيتوبيا نحج بغنونا منم أين ترداتا كوج سايمتا إرس برس تبابرن لذي ما درساكين حقيقة لتي في بروغرام مدرس ما نتكلم عنه قدم وندمي أيو دكسوتال يعني إني بعد نبت بسعودي بنبر نبت كذي ما نتنو يتلا أيو جاليا وش قالوا يدعوا بوتوش ما نتنو أنا إسكم ما قدرس
ማንንም የቲቪ ቃናት ያለው ጀለል ይሄ ከላ ነገር ላይ መስራችሁ يعني ትልቅ ነገር መስራት እንችላለን እኛ ከተባበርን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ማን ነው ስለዚህ ይሄንን መሰረት በማድረግ يا اخوان عند سو لراسو ብቻ ገንዘብ ማውጣት ሳይሆን ሰዎችን ያመላክት እዚህ ቦታ እንዲህ አይነት خير አለ ብሎ ማመላከት አለበት ሁሉ ነገር ማቅለል አለበት አንድ ሰው ብር ይኖርና ማድረሻ ገንዘቡ ቦታ ግራ ይገባል መንገዱ አቅለልለት አንተ መጣከው ሆነ እኔ ላደርስልህ ይችላልው እና احنا خير بنسرعوا ገንዘብ በመስጠት ብቻ አይደለም ሰዎችን ወደ خير መንገድ በመምራት መንገድን በማቅለል በተለያየ መንገድ ነው እና ይህ ስለሆነ يا اخوان ወንድሞቼ እህቶቼ ሁላችሁም يعني በዚህ ነገር ላይ መሳተፍ ቀላል ነው አንድ ሺህ ትንሽ ነው ሐቀተን በአንድ ሺህ መቆም የለብንም እምንችል ከሆነ መጨመር አለብን ሰዎችን እንዲጨምሩ ማድረግ አለብን ሰዎችን ወደዚህ ውስጥ ማስገባታችን እኛ ማጀር እናገኝበታለን ይህ ስለሆነ መቆም የለብንም በዚህ እና يعني ለሰዎች ጠቃሚ አላህ ዘንድ ተወዳጅ እንደሆነ ኢንሻአላህ በዚህ ነገር ላይ መጠናከር አለብን በተለይ እኛ ያለንበት የነበረበት አገር ሳዑዲ ላይ የነበራችሁ ወንድሞች እህቶች ከዚህ በፊትም ስትተባበሩ ነበር ጀዛኩሙላህ ኸይር ይሄን ነገር በበለጠ ሁኔታ ልትተባበሩ ይገባል በበለጠ ሁኔታ ቀላል ነው በአሁን ጊዜ ኢትዮጵያ እንዲሽ ማለት በኢትዮጵያ በሳዑዲ ወደ ግማሽ እየደረሰ ነው ከመቶ እንኳን አይደለም መቶ አድርጉት ነው እንመለው የጀመርነው ድሮ መቶ ነገር ነው አሁን እንመለው ወንድሞቼ አብረን የነበርነው እህቶቼ ሳዑዲ ላይ በተለይ ጅዳ ላይ ነበርነው አንድ መቶ አድርጉና ይሄን ቀላል ገንዘብ እየተባበራችሁ ቲቪውን ሆነ ሌላውን ዳዓውን ለማጠናከር ሞክሩን እንመለው ጀዛኩሙላሁ ኸይር ወንድሞቻችን ይሄን ነገር ስለጀመራችሁልን እኔም ከዚህ ጋር አስተዋጽኦ የምችለውን አደርጋለሁ አንደኛ ለነፍሴ 1000 ለባለቤቴ ለኡሙ ድሪስ 1000 ለእናቴ 1000 ለወሊዲ لأباتي الشيخ إدريس رحمه الله عندي شلاتي مريم إدريس رحمه الله عندي شلاتي